ردا على قرار وحملة وزير العمل اللبناني بإقفال محال اللاجئين الفلسطينيين، تشهد عموم مخيمات الفلسطينيين تحركات مختلفة، حيث أعلنت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان الإضراب الشامل في جميع مخيمات وتجمعات الفلسطينيين حتى يتراجع وزير العمل عن تلك الإجراءات. اليوم إضرابا عاما وشاملا لكل مناحي الحياة في المخيم، إضافة إلى اعتصام ابتدأ من الساعة 10 صباحا. هذا الاعتصام يود إرسال رسالة واضحة بأن حق العمل للاجئين الفلسطينيين يساوي حقهم في الحياة. وفي مخيم برج البراجنة عم إضراب شامل في أنحائه، وقام المقيمون به بإغلاق مدخل المخيم بالإطارات المشتعلة ومنعوا دخول السيارات إليها. وفي حين وصف المتظاهرون قرار وزير العمل بالجائر، أكد الوزير أنه لا تراجع عن تطبيق القانون، مشيرا في تغريدة على تويتر إلى أن ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها على حد تعبيره. وأطلقت وزارة العمل اللبنانية الشهر الماضي حملة تستهدف العمالة الأجنبية غير الشرعية في البلاد، ومنحت أصحاب المؤسسات مهلة شهر لتسوية أوضاع عمالهم غير اللبنانيين، قبل أن تبدأ الأسبوع الماضي بمداهمات أغلقت خلالها عددا من المؤسسات غير المستوفية الشروط القانونية على حد وصفها. ويستضيف لبنان وفق آخر إحصاء نشرته الحكومة اللبنانية 174 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيماً.